بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قلبي وبحبكم أنا نائم ومتيم، وبمدحكم بين الورى ترنموا يا آل بيت رسول الله، يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. أم الحنونة كم في حملها تعبت، أم الحنونة كم في حملها تعبت، وكم ليال لها ما عينها أجعت، فصرت أدعو لها ما شمسنا طلعت. لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن. كانت لحب بني ياسين ترشدني، وعن محبة غير الآل تبعدني، وكان كأس الولا وكان كأس الولا من صدرها لبني، وكان لي والد وكان لي والد يهوى أباه
أحسني وصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. يا قمر التم إلى ما السرار، يا قمر التم إلى ما السرار ذاب محبوك من الانتظار. لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار، فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار. تم الهنا واستبشر الأمجاد وحق أن تتخذ الأعياد، فقائم الأطهار ممن شادوا ربع الهدى كان له ميلاد. بشرى بحجة الإله في الورى وسيد قرت بيمنه الثرى، ومن به قال الهدى مستبشرا قد آن الانتصار يا الميعاد. بشرى بمن قد ختمت، بشرى بمن قد ختمت به الحجج ومن يزيل عن هدى الهاد العوج، ومن به المؤمن يدرك الفرج، لا ذل يعروه ولا استعباد. بورك مولود بخير ليلة، بورك مولود بخير ليلة
كليلة القدر بكل خصلة أن أنزل الذكر بتلك الليلة هذا هو العيد فما الأعياد مقطوعة وصلتني قبل قليل من الأديب الشاعر الأستاذ علي حسين العامري مشاركة في مثل هذه الليلة لا تسألوا ليلى الدجى أين القمر فالغيب أخره إلى حين السحر سيشع نور الله بين عباده بشرا ولكن فوق إدراك البشر حملت مليك بمالك الأرض الذي لولاهما حجر يظل على حجر عجبا فما شعرت بثقل جنينها وعصارة الثقلين فيه تعتصار هو من غدا لا تسألوا ليلى الدجى أين القمر فالغيب أخره إلى حين السحر سيشع نور الله بين عباده بشرا ولكن فوق إدراك بشار حملت مليك بمالك الأرض الذي لولاهما حجر يظل على حجر عجبا فما شعرت بثقل جنينها وعصارة الثقلين فيه تعتصر هو من غدا يقف المسيح وراءه ولذا على أم المسيح لها الفخار ما السر فالأكوان دثرها الضياء وكأن أمرا من ذرى العليا صدر يا أحمد اهبط يا أحمد اهبط يا علي المرتضى يا فاطم الزهراء يا كل الغرار حي الإمام العسكري فنرجس ولدت له قمر الإمام المنتظر ورد في دعاء العهد
اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. أبارك لكم هذه الليلة الشريفة العظيمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي حوائجكم للدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من المرضيين عند إمام زماننا. أحسن، تبارك الله فيك، صلوا على محمد وآل محمد. وأسأله أن يقضي حوائجكم للدنيا والآخرة. يتقدم خدام مجلس التوبة بهذه المناسبة الشريفة للجميع بأسمى التبريكات وخالص الدعاء، ويخصون خادمة الزهراء عليها السلام أم سيد عباس بحضورها المجلس هذه الليلة، متمنين لها دوام الصحة والعافية بحق مولانا ولي النعمة الإمام الحجة عليه السلام، ويهدون لها باقة ورد آملين قبولها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من الأسئلة المثارة حول قضية الإمام عليه السلام هو نوع الارتباط بالإمام، ما هو؟ هل هو ارتباط عاطفي؟ هل هو ارتباط عقدي؟ هل هو ارتباط ديني؟ أو ما هو نوع هذا الارتباط؟ من خلال قراءة النصوص والتأمل فيها نصل إلى درجة من القاطع أن أساس الارتباط بيننا وبين الإمام أو بيننا وبين أهل البيت ليس هو الارتباط العاطفي، وإن أكو ارتباط عاطفي، إحنا نتكلم عن الرابط الأساس. لو لم يكن بيننا وبينهم رباط عاطفي ما نفرح لفرحهم ولا نحزن لحزنهم، وهذا لا نستطيع إنكاره. وحتى أكون واضحا معك أريد أن أتحدث عن الرباط الذي يوصلني إلى الإمام عليه السلام. نعم، أنا تربطني به ارتباطات عاطفية دينية عقائدية، هذه كلها موجودة، لكن أين الطريق الذي أتمسك به حتى أصل إلى الإمام عليه السلام؟ فالرابط الديني، الرابط العاطفي موجود، لكن ليس هو كل شيء، بل النصوص والروايات التي أرادت منا أن نرتبط بالإمام بيّنت نوعية الرابط، واللي راح بعد شوية نتحدث عنه. أيضا بيننا وبين أهل البيت عليهم السلام رابط عقائدي، وهذا ما ننكره، الرابط العقائدي نعتقد بإمامتهم وبحجيتهم علينا، ونعتقد بوجوب ولايتنا لهم وبوجوب انقيادنا إليهم، هذا أمر ما نستطيع إنكاره، ولا الرابط الديني
احنا ناخذ معالم ديننا وناخذ احكامنا صحيح من المراجع، بس المراجع من وين يجيبوا هذول؟ مو من عند الائمه؟ فاكو روابط دينيه، اكو روابط عقائديه، اكو روابط عاطفيه. لكن من نجي نقرا في الروايات دائما الائمه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين يريدوننا ان نرتبط بالفكر قبل العقيده. شلون؟ يعني انا اعتقد بالامام المهدي وعندي به رابط عاطفي، بليلة ميلاده أفرح وإذا استنهض أبكي، ما عندي مشكلة. لكن الفكر الذي جاء به الإمام، التعاليم التي وضعها الإمام كرسالة ورؤية وهدف، أين هذه مني أنا؟ على الرغم لما أجي أقرأ بعض الروايات أو النصوص المهمة، هاي الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تعال اقرأ في تفاسير علمائنا ستجد أن هناك نقطة متفق عليها، أن أعمالك في كل أسبوع تعرض على إمام زمانك. هاي واحدة من الأمور اللي تفوق الجوانب العاطفية والدينية والعقدية. أنا لما تعرض أعمالي على الإمام عليه السلام ثم لا يقبلها ولا يوقع على صحيفتي ولا ترتفع صحيفتي إلى السماء، أكو واحد منا يقدر يقول أنا مقبول قطعا عند الإمام عليه السلام؟ لكن هنا سؤال، ما هي الطريقة التي يكون فيها الإمام راضيا علي؟ شنو هاي الطريقة؟ هذا اللي نقول عنه فكر أهل البيت، تعاليم أهل البيت، الهدف من الخلق ما هو؟ يعني على الأقل الإنسان يتعمق في هذه النقطة حتى يتعرف على الآلية التي من خلالها يرضى الإمام عنه. لذلك أنت تقول اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي. ما هو العهد وما هو البيعة؟ انت ايش قاعد تقول في هذا الدعاء؟ وشنه العهد اللي تقدمه الى الامام في هذا الدعاء؟ لابد ان تتامل لتتعرف على الرابط الذي يربطك بالامام عليه السلام. انت تقرا دعاء العهد في كل صباح تقول اللهم اني اجدد له في يومي هذا وما عشت من أيام حياتي عهدا وعقدا وبيعة. لابد أن تلتزم بالمعاهدة بينك وبين الإمام. والبيعة تلزمك، إذا بايعت الإمام أنت ملزوم بالبيعة، كل ما يصدر من الإمام هو أمر واجب عليك. والعقد له طرفان، وهذان الطرفان لابد أن يلتزم الطرفان بموجب العقد. والله يقول والمؤمنون عند شروطهم. وتفكر لما تقول عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، هذه مجرد دعاء تقرأ، لا أنت ملزوم. كل معصية، كل خطيئة، كل مخالفة، كل هذه، كل انتهاك إلى العقود المبرمة، البيعات اللي أنت يومية تجدد بيعتك للإمام،
كلها هذه انتهاك للمعاهدات وللعقود وللبيعات. فلذلك على الإنسان أن يكون حذرا في التعامل مع إمام زمانه. احنا اليوم في زمن يختلف عن الزمن السابق. اليوم نحن أمام تحدي كبير. الأول كنا نقرأ هذا البيت: إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. الآن صار عندنا ما هو أعظم من إبليس. فرضت علينا تحديات كبيرة. التربية تعقدت أمورها. الحاجة حاجة الإنسان في هذا الزمان شنو؟ أنت عندك زوجة وعندك أولاد وعندك بنات. قبل 20 سنة 25 سنة الحياة بسيطة. الآن أنت تعيش في زمن معقد. كيف تستطيع أن تتجاوز كل هذه العقبات؟ حتى لو كنت ذا مال لن تستطيع تجاوز العقبات. اللي راتبه 20 يصيح يقول راتبي ما يكفيني، واللي راتبه 15 يقول راتبي ما يكفيني، واللي راتبه 10 يقول ما يكفيني، واللي راتبه 5 يقول هم ما يكفيني. لما نرتبط بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل هاي الأمور الجزئية الجانبية لا نلتفت إليها على الإطلاق. ليش؟ لأن أنا صاحب فكر، صاحب عقيدة، صاحب مبدأ. بإمكاني تجاوز كل المحن التي تمر علي. وهذه من الأمور المهمة اللي تربطنا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. في مثل هذه الليلة، ليلة الاحتفال، لابد أن نخرج من هذه الليلة بفائدة، لابد أن نخرج من هذه الليلة بشيء نقول أعطانا الإمام عليه السلام هذه الليلة شيئا نبدأ منه. لو نرجع إلى بعض الروايات أو الآيات، سأكو آية في القرآن الكريم بها دلالات ما شاء الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. شنو معنى نمن؟ سمن قال الله ونريد، لا شك ولا ريب أنها إرادة تكوينية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي أن هذه الإرادة حتمية لا مناص منها. تغير الزمان أم لم يتغير، القضية حاصلة. المن شنو معناه في القرآن؟ ونريد أن نمن. هذا المن شنو؟ أكو عندنا نوعين من المن. النوع الأول المذموم: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا المن هنا بمعنى التعيير وإذلال الطرف الآخر، بينما له مفهوم آخر وهو بيان حجم النعمة اللي الله سبحانه وتعالى ينزلها على الأرض. ونريد أن نمن. شوف لاحظ المن، المن إلي أنا وإنت، عامة الناس لو المن، حتى ندرك أين يتحدث الله سبحانه وتعالى. يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض.
من هو المستضعف في الأرض؟ وش تقول؟ في المصطلح الفقهي لما حددوا مفهوم المستضعف في الأرض، ايش دخل الفقهاء في هذا المصطلح؟ لا، إلى مدخلية، لأن تترتب عليه أحكام كثيرة. شنو المستضعف في الأرض؟ قالوا هو الإمام والولي الذي لم تبسط حكومته في الأرض، الإمام المعصوم اللي ما زاول حكومته وما زاول ولايته في الأرض، يعني منع، زوي عن حقه، اغتصب الظالمون خلافته، هذا باصطلاح القرآن يسمى ماذا؟ المستضعف في الأرض. معقولة أنا من أجي أقرأ الآية ما ألتفت إلى أن المن مو إلي وإلك، الله يريد من على هذولة؟ يعني أنت اقرأ من المتكلم ومن المخاطب حتى تعرف حجم اللطف والبركة اللي الله يريد ينزلها في الأرض. نمن على الذين استضعفوا في الأرض. تعال خل هاي راح أرجع لها. لولا وجود الحجة لعاشت الناس في ظلمة، حتى نعرف مقدار المن في الآية المباركة. أو في رواية ثانية، لولا وجود الحجة لساخت الأرض بمن عليها. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال لو رفع الإمام لطفه عن الخلق لساخوا جميعا. فالمن الذي يريده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة يريد من على الولي، على المعصوم، بيشت من عليه، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين. أكو تأملات في القرآن الكريم تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى قراءة متأملة. أعود إلى صلب الموضوع، كل هذا لبيان أننا نحتاج إلى فكر أهل البيت في التعامل مع الله، في التعامل مع أنفسنا، في التعامل مع الخلق، حتى نجد رضا الإمام عليه السلام في أعمالنا، وهذه من الأمور المهمة جدا في حياتنا. سلو نقرأ عن الشيخ المفيد قدس الله روحه الطاهرة. الشيخ المفيد من أعاظم علماء الشيعة، صاحب المؤلفات العظيمة، أحد أنصار المذهب في زمان كان يشتكي قلة الناصر. يوم لجأ الشيخ المفيد إلى الإمام جاءه النداء، أفد يا مفيد فإن أخطأت فعلينا التسديد. ليش؟ لأن الشيخ المفيد يحمل فكر أهل البيت، يحمل فكر الإمام عليه السلام، فالإمام لا يترك شيعته ولا محبيه بالذات المخلصين. لذلك علينا أن نكون أكثر إخلاصا إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين له،
اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير. أحسن، بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد صلى الله. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والعلم الزاهر والدر الفاخر المنصور المؤيد المصطفى الأمجاد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد محمد. لما جاءت مثل هذه الليلة بعث إمامنا العسكري عليه السلام إلى عمته السيدة حكيمة عليها السلام، فلما أقبلت قال لها يا عمتاه إن الله تعالى سيشرف الأرض بنور وليه هذه الليلة. فجاءت تنظر إلى النساء والجواري، فجاءت إلى الإمام قالت لا أرى واحد عليها أثر الحمل والولادة. قال لا عمتاه لا تعجلي من أمر الله تعالى، فانظري إلى نرجس عندما يقرب الفجر. تقول حكيمة عليها السلام لما قرب الفجر رأيت النور قد بزغ من وجهها إلى عنان السماء، وكان وجهها كالكوكب الدري، وكانت لا تشعر بألم ولا وجع، وكانت تجد خفة واتساعا. وكلما قرب الفجر بدت الآثار تظهر في ولادتها، فهبطنا الحور العين من كل جانب أحطنا بها. ولما أراد الله تعالى أن يشرف الأرض بنور وليه ضرب بيننا وبينها حاجبا، فبينما هي كذلك جالسة لا تحس بألم ولا وجع، وإذا بها قد وضعت بالإمام ساجدا. أذان أذان وحق الدوب العالم، أذان غيابك رغم فرحتنا، أذان أذان كون الباري إنساني، إذا أنا إذا أنا نسيتك والعمر ما يطول بيا. ودينا ودينا يا حادي يا حادي الكربلاء الليلة، ودينا نزور حسين هالليلة،
ودينا بتعجيل الفرج ندعي ودينا 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 ما ترد فارغة وما ترد خلية حليت باسمك يا حليف الثار حليت لساني وش كثر الغاز حليت الليل ضيف يم حسين حليت وهني بمولدك كل ليل بريا زماني زماني حيل تبيد ومحد زماني زماني وغيابك بالحزن والهم زماني أصيح العجل يا صاحب زماني متى يوم الفرج يشرق عليا طريت طريت أنا كل يابس بدمعي طريت وبجدام الصبور دربك طريت على يعقوب موضوعك طريت بأليف يوسف غيابك والأذية ما وين ما وين ضعنك للهجر من سار ما وين وشبت مهجتي من كثر ما وين ما وين يا المهدي أنشدك وين ما وين يوسف عاد وانت قطعت بيا ما وين ما وين ضعنك للهجر من سار ما وين وشبت مهجتي من كثر ما وين يا المهدي أنشدك وين ما وين يوسف عاد وانت قطعت بيا ورحلك ورحلك الدهر لا وين شد ضعنك ورحلك وبد ما سجن همومك ورحلك أمنيتي أمنيتي أعرف مكانك واروح لك ورحلك وابوس جفوفك وترضى عليا حاضر
رحلك ورحلك الدهر لا وين شد ضعنك ورحلك وبد ما سجن همومك ورحلك امنيتي اعرف امكانك ورحلك ورحلك ابوس جفوفك وترضى علي بيداي 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 دليل المال دليل المرتاح بيوم بيداي فراق وغيبة الموعود بيداي مثل يعقوب أفرك حزن بداي عزيز الزهراء يمتى يمر علي صحيح الورد زاج الطيب لكن ما سمعنا يدوم صحيح القمر ضاوي بليل لكن هم يجي النوم بس عطر الصلاة على النبي الباقي وضياء ما ينطفئ على الدوام أفضل الصلاة